بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكه وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية، وإن شاء الله أنك تعتم أفوك. وإن شاء الله أنك تعتم أفوك. الله يطول عمرك. دافعوا عنه بقلوبكم، دافعوا عنه بعقولكم، لا تسمعوا فيه قولا، واحثوا في وجه من يشكك فيه ويسيء إليه، فأعداؤه ليسوا أشخاص بل دول بأجهزتها ووسائل إعلامها وأموالها، هدفهم عرقلته، لأن نجاحه فشل لهم ونهاية لوجودهم. دافعوا عنه.